هذا وأشاد عدد من السفراء العرب لدى المملكة الأسبانية بمبادرة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين في نشر قيم العيش المشترك التي تبنتها البحرين عبر التاريخ. البحرين تعتبر نموذج مهم في الوطن العربي للتسامح والتعايش السلمي بما تحويه من ثقافات متعددة، من تعايش بين المختلف القوميات والطوائف، وهذا الحقيقة جدا مهم لإبرازه للخارج. وهذا الآن اللي قاعدين نشوفه الآن في أسبانيا، مثل ما شافوا كثير من أصدقائنا أيضا في دول أخرى في العالم. ما تقوم به مملكة البحرين من رسائل إيجابية تبعثها خلال إعلامها أو خلال تظاهراتها الثقافية في أنحاء العالم المختلفة، لها يعطي الانعكاس الطيب ويعطي السمعة الطيبة ويعطي حقيقة ما حصل عندنا. فأنا يشرفني أن أكون موجود وياكم، ويشرفني أن نحتفل بهذا، لأن أي احتفال مملكة البحرين هو احتفال للإماراتية. طبعا هذه القيم يهتم بها المجتمع الإسباني، قيم التعايش، قيم المساواة، قيم تقبل الآخر، كل هذه قيم مهمة جدا بالنسبة للمجتمع الإسباني. فيعني أنا بحيي فعلا دولة البحرين على هذه المبادرة الجميلة واستضافة هذا الحشد الكبير في العاصمة مدريد، ونقل التجربة البحرينية للتعايش السلمي هنا في قلب أوروبا. هالمملكة هي اللي يمكن إذا اعتبرنا أنه بالحجم قد تكون مملكة صغيرة الحجم، ولكنها كبيرة بإنسانيتها ومحبتها للسلام وللتعايش السلمي والدعوة للحوار المستمر اللي صدر عن ملك البحرين، وهو رسالة تطال كل محبي السلام بالعالم العربي وبالعالم قاطبة. وهذه فرصة لنا لنأكد على الرغبة الحقيقية والأكيدة بأنه نشوف عالم أفضل لحتى الإنسان يقدر يعيش فيه، عالم ينعم بالمحبة والسلام والتعايش اللي ذكره جلالة الملك ملك البحرين. نشكر البحرين على تقديم هذا النموذج الحي في التعايش والتسامح ما بين كل مكونات المجتمع، وفي أن يكونوا مواطنين متساويين يحبون بلدهم ويذودون للدفاع عنها وعن قيمها وعن مثولها.